الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة كتحتفل شركة سوناسيد كل سنة في 28 أبريل بهذا اليوم، وهذا اليوم جانا مع نهائي ديال الدوري ديالنا اللي نظمناه طيلة شهر أبريل، كان فيه 8 ديال الفرق وجانا النهائي هاد السنة مع الأيام الصحة والسلامة في 28 أبريل. كما كتعلموا الصحة والسلامة هي أهم حاجة بالنسبة لنا في العمل، وعندك الرياضة والعمل عندهم هذه الأوجه المشتركة من ناحية الفرق، يكونوا فرق عندهم نفس الأهداف نفس الرؤية وكيخدموا عليها طيل السنة باش يوصلوا للأهداف ديالهم. والصحة والسلامة كما قلت لكم راها مهمة بالنسبة للشركة ديالنا، كانوا عندنا العمال ديالنا كاملين شاركوا في هذه الإقصائيات، يعني العمال ديال لاسيري ديالنا واللامينوار والبروايور، وأيضا لي سوتريتون ديالنا تا هما دخلناهم في هذه المسابقة حتى هما جزء منا وكيساهموا في العمل باش كنوصلوا للأهداف ديالنا السنوية. وشكرا. جميل. مناسبة بين فريق الصقور و اف سي فيزيون يتقدموا صفقة حرة على المتوج. الجائزة تقدم من طرف ممثل الموارد البشرية السياسيني. في إطار الأنشطة اللي كتقوم بها شركة سوناسيد، الأنشطة الرياضية والاجتماعية، هناك دوري في كرة القدم كيفاش كتشوفوا، والعلاقة ديال كرة القدم بالصحة والسلامة، وكتشوفوا شركة سوناسيد تهتم بالصحة وسلامة العامل، لهذا ارتأت أنها كتنظم هذا الدوري في كرة القدم. ودابا لميتينا الدوري غير في 8 ديال الفرق، المرحلة الإقصائية نصف النهاية والنهاية. إن شاء الله كاين دوري في رمضان، دوري في رمضان حتى هو عنده علاقة بالتناصيد. ارتأت أنها معنا ناس دي سوتريتون اللي هما دائمين في سوناسيد، تيخدموا مع الناس ديال سوناسيد، ما قصاتهمش سوناسيد شاركوا في هذا الدوري بحالهم بحال لي زاجون ديال سوناسيد. ألوغ لو كابيتان ديكيب مسيو دينان عبد الهادي. Applaudissements, s'il vous plaît. Tu restes là pour recevoir le trophée, le grand trophée. Alors, il va représenter son équipe pour avoir la coupe de l'édition. 3 de votre trophée. Et merci à tous. Vous êtes Vous êtes
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.